رح اسوي معاكم get ready with me، وبنفس الوقت رح احكي لكم كيف سافرت اول مرة للصين. خليكم معاي، ما تنسوا لايك للفيديو و let's get started. so الشمعة هون، الورد هون، وميمي هون. اول شيء رح ارتب بشرتي، وطبعا اللي يعرفني من زمان عارف انه سافرت للصين ودرست هوني، بس رح اخدكم قبل هاي المرحلة لانه قبل كنت بسوية قانون بالجامعة اللي كنت ادرس فيها، وما كنت حابة ابدا الشعبة، كنت حايرة كتير وما كنت عارفة اخذ قرار. anyways فنهاية السنة الثانية في الصيف قلت خلاص اخذ قرار انه اغير هاي الشعبة. حذروا شو صار. الخطوة الثانية رح احط الكونتور. ميك اب ارتست معروفة كانت بتسوي المشاهير، فبتسوي هالحركة، بتبلش بالكونتور. رح استخدم هذا من شيغلام، شوفوا قديش كيوت، ورح احط شوي كذا. او ماي جاد، ما رح تصدقوا شو صار. سبحان الله، اجتني منحة دراسية من امريكا. I was like what oh my god. كثير كنت طايره من الفرح، فاجتني انه اختار اي جامعه، طبعا في بادجت محدده. سو هذا هو البرونزر، هلا رح اسوي بلندنج. فاخترت جامعه بدرسوا فيها الماركتينج، حسيت انه التسويق شيء بيشبهني. شوفوا اللون كثير حلو، يجنن، كثير حبيت، وبلندبل كمان. بلشت ادرس الماركتينج، عالم ثاني الصراحه ومختلف تماما لانه كان برايفت سكول، فاعطتني فرص ثانيه ومنها السفر الى الصين. كيف؟ خليني اسوي لكم بلندنج. اول شيء كثير حبيت هذا، ممكن احطه على كامل بشرتي والله. سو هلا رح انتقل لها البلاش. هاي الطريقه هي بتحطي كل شيء، البلاش والكونتور بتحطيهم قبل الفاونديشن. هاي هذا لو حابه انك تحطي فاونديشن. كثير حبيت اللون، فظيع فظيع فظيع. هلا رح ننتقل للهايلايتر، ورح استخدمه لعيوني وكمان طبعا هون وهون. استخدم هذا من شيغلام، هاي المجموعه الجديده. سو نايس، واسمها كروما جلو بلوم ليكويد هايلايتر ست. والحلو فيها انه الباكجينج يجنن، فيها ثلاث الوان، فين كثير حبيت. رح استخدم هذا، درجته سولار فلير. عن جد جايز الباكجينج يجنن. فراح احط شويه على عيوني زي ما انتم شايفين. اولالا، ورح اسوي بلندنج بالبرش. هلأ على العين الثانية كمان رح احط شوي، ممكن كمان تسوون بلندنج باليد. I love love love. رح احطكم لون ثاني على وسط العين بس عشان تشوفوا كيف اللون بيتغير. اللون الثاني هو ستارداست. اوكي، رح اجربه احط كمان شوي فوق عيوني عشان بس تشوفوا الالوان اختلافها. It's so light على فكرة، it's so easy to blend. رح اسوي blending بيدي زي ما انتم شايفين. اللون oh my god this color is amazing. هذا من الالوان المفضلة عندي عن جد. نفس اللون رح احطه هون. اوه لا، شوفوا اللون قديش حلو، يجنن، وكيف بيتغير كمان. اوكي، رح اسوي blending. نتفة صغيرة على الخشم بس هون، وسوي بلندنج بيدي. I love it. لازم بس احط شوية ماسكارا وشوية ليبستيك. قولي ايش رأيكم. كمان رح اسوي لكم سواتشز تبع كل الشيدز هون عشان تشوفوا كيف كل الشيدز. كمان قولوا لي اي شيد عجبكم اكتر. وين تركنا القصة؟ اخر سنه جامعه كان في اعلان بالجامعه بيقول في exchange program in university في الصين، والجامعه اللي كنا ندرس فيها كنت انا وصديقتي شفنا الاعلان، شفنا في بعضنا كذا وقلنا لازم نروح. كنا كثير كثير متحمسين، وما كنا متاكدين انه راح نروح لانه كنا حابين نسافر، كنا حابين نعيش تجربة مختلفة، وكنا كتير صغار بذاك الوقت. من أكبر الأحلام اللي كانت عندي في ذاك الوقت إنه أسافر العالم. قلنا it's time for action، هذه آخر سنة لإلنا، وبعدين رح نروح نشتغل وندور على شغل وكذا، فهذه الفرصة إنه نروح نسافر. كمان فكرنا فيها إنه ممكن نضيفها على our CV. طبعا ما كنا متأكدين إنه أهلنا رح يوافقوا لأنه لازم لك موافقة الأهل، وكمان جالسين أنا وياها نرسم خطط كذا وكيف رح نقنع أهلنا وكيف ممكن نستفيد من هاي السفرة وكل هذه الأشياء. والخطة تبعنا إنه نروح عند أهلنا ونقول لهم إنه هاي رح نستفيد منها ونضيفها على our CVs لأنه بعدين لازم نروح نشتغل، فهذا رح يكون يعني بوست لـ our CVs.
وانا حكيت مع اهلي وبالبدايه صراحه ما وافقوا لانه كانوا خايفين علي. المهم قلنا لهم انه كل شيء يعني بروفيشنال واحنا رايحين مع السكول وبلا بلا بلا وبالتالي اقنعناهم. فالمهم قررنا نسافر اول مره بحياتنا وسافرنا فين؟ سافرنا للصين، ابعد البلدان عن المغرب هو الصين. تقريبا كنت اتذكر الطياره 30 ساعه لانه كان ستوب وكان اشياء كثيره فما كان دايركت فلايت. احط شويه ليبستيك. طبعا انا قبل كان عندي مشكله الفلوس فكان لازم لي شويه فلوس عشان طبعا اسافر، انه مسافره للصين على الاقل لازم يكون عندك شويه فلوس. كانت اخر سنه لإلي والنص الثاني لو سافرت للصين فما راح اضله يعني بالسكول. 6 اشهر اللي دفعت اوريدي من المنحه فكان من حقي اخذها، وكمان كان لازم اخبر الناس اللي اعطوني المنحه انه شنو راح اسوي وكذا وكذا واكتب ريبورت. وكتبت الريبورت وصلت لإلهم وجتني موافقه من عندهم. كمان بديك السنه وبدوك السنوات تحديدا الحمد لله كل شيء كان سموث بحياتي، الحمد لله الحمد لله. طبعا في قصص وحكايات على هذا الموضوع، فلو حابين اسوي لكم بارت 2 شنو حصل لما رحنا للصين لاول مره وكيف كانت التجربه اكتبوا لي كومنت تحت. فانبهرنا كثير وكانت تجربه من احلى التجارب اللي عشتها بحياتي ولساتني بتذكر ذكرياتنا. و this is my makeup طبعا مو حبيت اضيف ولا شيء. And yeah this is the look guys. حبيت اوريكم my outfit كمان. And yeah لو حبيتوا الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناه. I love you guys.